تخيل كده معايا ان السفر عبر الزمن حصل فعلا، وانه مش مجرد احلام وخيال علمي وزي ما بنشوفه في الافلام. وطالما الموضوع طلع حقيقي، لو جات لك الفرصة انك تسافر عبر الزمن 300 سنة قدام، تحب تخش في التجربة دي ولا هتخاف انك تواجه المجهول؟ اهلا بيكم في رحلة جديدة من رحلات الرحالة. النهاردة هنكلمكم عن اهل الكهف، بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لنا لايك وفولو وسبسكرايب لو انتوا على اليوتيوب، وريت تفعل زر الجرس عشان توصل لكم الحلقات اول باول. السفر عبر الزمن اتحقق فعلا في قصه اهل الكهف، ودي قصه مشهوره جدا اتذكرت في القران الكريم، بس ما ادناش تفاصيل كتير عنها. الكلام كان مختصر بس في سوره الكهف، عن فتيان مؤمنين اضطهدوا من ناس كانوا بيحاربوا المؤمنين في الوقت ده، واستخبوا جوه كهف وكان معاهم كلبهم، وناموا جوه الكهف، ولما صحيوا اتفاجئوا ان هم ناموا 309 سنه، وبسبب المعجزه دي اعتبرهم اهل المدينه اللي كانوا موجودين فيها انهم قديسين او اولياء، او البعض المفسرين والكتاب من الحضاره الاسلاميه انهم يفسروا القصة بتاعتهم، بس دي كلها كانت اجتهادات وفيها اراء كتير. اما بقى بالنسبة لقصص الدين المسيحي وخصوصا الطائفة السريانية، هنلاقيهم بيذكروا تفاصيل اكتر. ذكروا ان احداث القصة بدأت في مدينة افسوس في تركيا، وان الحاكم الطاغية اللي اضطهدهم كان هو الامبراطور الروماني ديسيوس، وده كان امبراطور وثني وبيطارد المسيحيين. القصه بتقول ان هم كانوا 7 من شباب طبقه النبلاء امنوا برساله السيد المسيح ورفضوا طقوس عباده الاوثان، وهربوا لكهف في الجبل، ولما الامبراطور عرف امر بسد مدخل الكهف بالحجاره عليهم عشان ما يعرفوش يطلعوا منه ويموتوا من الجوع والعطش. فناموا اهل الكهف جواه نوم عميق، ولما اتقفل عليهم الكهف بالحجاره عرف بعض المؤمنين سرا جوه البلاط الامبراطوري، وكتبوا قصتهم في مخطوطه لتخليد ذكراهم. والشباب اللي جوه الكهف من النوم، بس المفاجأة بقى ان هم صحيوا بعد 309 سنة، يعني اكتر من 3 قرون من الزمن، بس هم طبعا ما كانوش يعرفوا ان هم ناموا اكتر من 300 سنة، وكان الجدار اللي عمله الامبراطور ساعتها اتهد خلاص. فالشباب بعتوا واحد منهم ان هو ينزل يجيب لهم اكل، واول ما نزل وبص على المدينة اكتشف ان هي اتغيرت بالكامل، وكل اهل المدينة بقوا مسيحيين. وساعتها عرف الصدمة الكبيرة ان عدى 300 سنة، وان هم في عصر امبراطور جديد اسمه سودوسيوس، وده كان مسيحي. ولما خرجوا من الكهف استقبلهم الامبراطور استقبال عظيم جدا، وده لما اتاكد ان هم دول القديسين السبعه اللي المخطوطات اتكلمت عنهم، والناس كانت فاكراهم ماتوا بسبب الجوع والعطش. وبعد ما استقبلهم الامبراطور سيودوسيوس ناموا الشباب تاني، بس المره دي ماتوا، فقرروا المؤمنين ان هم يعتبروهم قديسين. ودول كانوا القصتين عن اهل الكهف بالنسبة للديانة الإسلامية أو الديانة المسيحية، واللي حول قصتهم الكاتب توفيق الحكيم لمسرحية، واتعملت مؤخرا لفيلم سينمائي. المسرحية والفيلم كان موضوعهم هو السؤال الفلسفي، لو اتنقلت للمستقبل وانت أصلا هربان من واقع سيء، هل مكانك في المستقبل هيكون أحسن؟ وهل هتقدر تتأقلم مع كل التغييرات اللي حصلت في المجتمع وغيرت الدنيا اللي انت اتعودت عليها؟ واتفرجوا بقى على الفيلم عشان هيعجبكم. بس هنا بقى في سؤال مهم، يا ترى التاريخ بيقول ايه عن الظروف اللي كانت بتدور حواليهم؟ بصوا، لما ظهرت المسيحيه وانتشرت ده كان في عصر الامبراطوريه الرومانيه، والامبراطوريه الرومانيه كانت مسيطره على معظم اراضي العالم، سواء في جنوب اوروبا او شمال افريقيا او الشرق الاوسط. في البدايه الامبراطوريه الرومانيه ما كانش عندها اي مشكله في وجود ديانه جديده، لان هي اصلا كان عندها ديانات كتير بمختلف الثقافات، لكن الرومان كانوا صارمين جدا لولاء رعيتهم، خصوصا من الرعايا الغير اصليين زي اهل مصر والشام. ومن وسائل الولاء للدوله عند الرومان في حاجه اسمها عبادة الامبراطور، وعبادة الامبراطور دي بدأت من عهد الامبراطور اغسطس قيصر، وده حكم من سنة 27 قبل الميلاد لحد سنة 14 ميلاديا، وما كانتش عبادة ليه بالمعنى الحرفي، بس هي كانت احترام وتقديس لمنصبه بشكل مبالغ فيه، وكان بيتم تقديم القرابين باسمه. والكلام ده كله طبعا مش هينفع مع العقيدة المسيحية، لأن دي ديانة بترفض تماما العبادات الوثنية. ومش بس كده، وكمان رجال دينهم، ومن بعدها الشك والخوف اتحول لعداء، لأن هم بيرفضوا ولاء أي حد تاني من الرعاية غير للامبراطور. من بعدها شنوا هجمات عنيفة جدا ضد المسيحيين وكنايسهم، وبقى يعزلوهم من الوظائف الرسمية ويعذبوهم ويقتلوهم عشان يسيبوا دينتهم ويرجعوا للديانة الوثنية. بس المسيحيين في الوقت ده صمدوا بشكل عجيب جدا، وزاد الاضطهاد ده بشكل وحش مبالغ فيه في عهد الامبراطور ديسيوس، ودي اللي بتدور قصة اهل الكهف في عهده. وده كان حكمه من سنة 249 ميلاديا لحد ما مات في واحدة من المعارك سنة 251 ميلاديا. ومن بعدها زاد الاضطهاد بشكل اكبر واكبر في عهد الامبراطور دوكليديانوس، وتعرف عصره عصر الشهداء، وده بسبب المجازر الوحشية اللي كانت بتحصل في حق المسيحيين، خاصة في مصر اللي استشهد فيها عشرات الآلاف من المسيحيين في عهده. الغريب بقى إن اضطهاد دقلديانوس للمسيحيين كان من خطة إصلاحاته للدولة. آه والله كان من ضمن إصلاحاته. طب إزاي؟ ها
هقول لك قد ايه الامبراطوريه الرومانيه كانت بلا قلب. الامبراطور دوكليديانوس لما مسك الحكم الدوله كان منتشر فيها الفساد، وهو حب يحل المشكله دي عن طريق احياء الانتماء الروماني، وده من خلال محاربه اي انتماء تاني لاي مؤسسه غير الدوله. التفكير الوحش بتاعه خلاه يقول ان اي انتماء تاني حتى لو ليه علاقه بالدين خارج طقس تمجيد الامبراطور يعتبر خيانه للدوله، وكل اللي كان طالبه المسيحيين حريه احترام ارائهم الدينيه واحترام كنايسهم. بس دوكليديانوس كان متمسك جدا بكلامه، وهي العباده ليه وللالهه، ولما رفضوا المسيحيين ارتكب في حقهم كل الجرائم اللي احنا قلناها دي. وده بقى كان تفكير الامبراطوريه الرومانيه اللي كانت بتتفاخر انها بتضم ثقافات وشعوب كتير مختلفه. ومن اصلاحات دوكليديانوس الاداريه تقسيم الامبراطوريه لاربع اقسام، وما كانش يعرف ان التقسيمات دي هي اللي هتساعد في خراب الامبراطوريه. وهنقول لكم ده حصل ازاي وايه علاقته بقصه اهل الكهف. احنا عرفنا ان اهل الكهف دخلوا كهفهم وقت ما كانت بلادهم بتحارب المسيحيه، ناموا جوه ولما صحيوا لقوها ان هي بقت دوله مسيحيه. طب ازاي ده حصل؟ انا هقولك. دوكليديانوس لما قسم الدوله لاربع اجزاء حكمهم ثلاث اباطره وهو كان على راسهم، يعني حاجه كده زي النظام الفيدرالي. وبعد ما مات دوكليديانوس قامت حرب ما بين الاباطره الرومان، وانتصر في الاخر قسطنطين الكبير واصبح الامبراطور الروماني. وقسطنطين حكم من سنه 306 ميلاديا ل 337 ميلاديا، وفي اثناء فتره حكمه شاف رؤيا صليب كان متألق في السماء ومكتوب تحته بهذا ستنتصر، ومن بعدها أمر بوضع علامة الصليب على دروع الجنود. وفي سنة 313 أعلن الإمبراطور قسطنطين مرسوم ميلان، وده كان بينص على احترام العقيدة والاعتراف بالديانة المسيحية كديانة رسمية للدولة. بعدها في عهد الإمبراطور سودوسيوس اللي حكم من سنة 379 ل 395 اتبع نهج الإمبراطور قسطنطين وكمان حرم عبادة الأوثان، ومن بعدها أصبحت الإمبراطورية الرومانية أكبر إمبراطورية مسيحية في عصرها بعد ما كانت ألد الأعداء للمسيحيين. ونرجع تاني لقصة أهل الكهف. في أول الفيلم اتذكر إن الأحداث كانت بتدور في القسم الشرقي للإمبراطورية الرومانية، وده كان نتيجة لتقسيم الإمبراطورية في عهد قسطنطين. وأطلق على القسم الشرقي ده اسم الإمبراطورية البيزنطية، والقسم الغربي كان مركزه مدينة روما وفضل زي ما هو تحت مسمى الإمبراطورية الرومانية. وفي جملتين اتقالوا في الفيلم حابين نشاركهم معاكم من غير ما نحرق لكم أي حاجة، والجملتين دول ليهم علاقة كبيرة جدا بالتاريخ. الجملة الأولى قالها الفنان أحمد بدير، وهي افصلوا الدين عن السياسة. والجملة الثانية على لسان الفنان رشوان توفيق، ولما قال العيب مش في الدين، العيب فينا إحنا. والرومان من اكتر الناس اللي استخدموا سلاح خلط السياسه بالدين، يعني ايام انتشار المسيحيه هاجموا المسيحيين واستخدموا ابشع انواع التعذيب، ودي في الاول وفي الاخر كانت لعبه سياسيه، والكلام ده لسه موجود لحد يومنا ده، مش شرط يبقى بين المسيحيين والوثنيين، بس اللعبه بتتلعب بشكل تاني مختلف. الدنيا مليانه صراعات مذهبيه وقبليه بنفس الطريقه، ولما تحولت الامبراطوريه للديانه المسيحيه برضه استخدموا نفس السياسه، وان الاباطره يفرضوا نفسهم او صياء على المعتقدات ويتدخلوا في الخلافات المذهبيه، ويفرضوا مذهب الامبراطور على اي حد مخالف ليه. وده حصل فعلا لما حاول الامبراطور هرقل فرض مذهبه على الرعايا، وخاصة أقباط مصر اللي رفضوا تماما وبدأ عصر جديد للشهداء من تاني، وده حكم من سنة 610 ل 641. ولما حاول يفرض مذهبه اتصدى ليه المسيحيين الأرثوذكس بقيادة البابا بنيامين، وما كانش فيه أي اجتماعات دينية بتحصل إلا بوجود الإمبراطور، ويكون هو اللي محدد الميعاد ويبقى هو صاحب القرار، وكانت سلطته أكبر من سلطة الكنيسة حتى في الأمور الدينية. ومع انقسام الإمبراطورية الرومانية لشرقية تحت مسمى الإمبراطورية البيزنطية والغربية زي ما هي باسم الرومانية، حصلت خلافات وصراعات كبيرة بين الأباطرة البيزنطيين والبابوات الرومان اللي كانوا مسيطرين على الأمور الدولة والإمبراطورية الغربية في الوقت ده. والصراعات دي انتهت بانشقاق الكنيسة البيزنطية عن الكنيسة الغربية، وده سنة 1054 ميلاديا، واللي اتسمت بالانشقاق الكبير. والعداوة دي استمرت كمان في فترة الحروب الصليبية، وكانت بتحاول تجبر الجنود للخضوع لبابا روما الكاثوليكي. وفي سنة 1453 لما حاصر العثمانيين العاصمة البيزنطية اللي هي مدينة القسطنطينية، حاول الإمبراطور البيزنطي إنه يتواصل مع بابا روما ويقول له هنرجع للكنيسة الشرقية تحت رعايتك، بس حصل ساعتها غضب كبير من أهالي الإمبراطورية الشرقية، لدرجة إن وزير الإمبراطور البيزنطي قال انه يفضل يشوف القسطنطينية عمائم المسلمين ولا انه يشوف فيها قطبعات الاوروبيين. انتوا متخيلين الصراع بين الدين والسياسة وصل لايه؟ وكانت دايما الامبراطورية الشرقية هي الملهمة والمؤثرة، وبتدور فيها معظم الاحداث التاريخية زي احداث قصة اهل الكهف. وكان ايمان المسيحيين في الشرق اقوى بالتمسك للعقيدة قصاد الظلم الروماني، وهو ده بقى التحليل التاريخي اللي بيدور فيه قصة اهل الكهف
تفاصيل كتير جدا هتبقى قدامك وانت بتتفرج بس ما خدتش بالك منها. الموضوع ما بيبقاش مجرد قصة وخلاص، دي احداث وتفاصيل كتير وكلها مرتبطة بالتاريخ. اهل الكهف عدى عليهم الزمن لاكتر من 3 قرون، وبعد ما كانوا مضطهدين من الوثنية لقوا نفسهم في امبراطورية مسيحية زي ديانتهم بالظبط، بس مليانة خلافات كبيرة وحروب. لو انت مكانهم ممكن تعمل ايه؟ هتقول ان معاك فرصة تانية تجرب فيها، ولا الاتنين سيئين ومفيش فايدة؟ لو انت وصلت معانا للجزء ده من الحلقة متنساش تعمل لنا لايك وفولو وسبسكرايب لو انت على اليوتيوب. وبس كده، دي كانت رحلتنا النهاردة من الرحالة. رب نكون قدرنا نفيدكم بأي معلومة حتى لو كانت بسيطة. استنونا في رحلة جديدة.